بعد الفاصل عشان ما حد يفهم غلط. علي من عسير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. يا مرحبا ألف. أحييك وأحيي الجمهور الكريم جمهور المجد. نعم الله يحييك يا أخوي علي. الملاحظة يا طول العمر، في عندنا بعض الملاحظات البسيطة ونرجو أن تؤخذ بالاعتبار. تامر أمر تفضل. قالك تسلم ولا يمر عليك عدو ولا من يسمع. في يا طول العمر بعض البرامج عندكم في ماسة في بعض التداخلات، يعني ما يمدي المحدث يتكلم لو الباقين يتكلمون، في تداخلات يا أخي. ودنا اللي بيتحدث منهم إنه ينتظر شوي حتى ينتهي الأول عشان يعني إحنا نسمع. يعني أداب حوار يعني أداب حوار تقصد؟ آه أداب الحوار يعني تقصد؟ أداب الحوار نعم أداب يعني الحوار. عشان بسمان لف وندور. حلو. هل تقصد برنامج معين؟ لا ما أنا أذكر برنامج، ما راح أذكر. لا بس في برنامج معين يعني. بس أنا أقصد إنه أنت في بالنسبة في برنامجين أو ثلاثة. في برنامجين أو ثلاثة. عرض حي منها؟ ها؟ أقول عرض حي منها؟ أحفظ شيء؟ برنامج عرض حي من هذه البرامج؟ ما أدري عاد، المهم ما رايح أذكرها، خلهم الحر اللبيب تكفي الإشارة. عز الله، عز الله كفاية، خلاص اللي بعده واضح. نعم، بالنسبة طال عمرك أنا قبل فترة طلبت إني هناك يكون برنامج واقعي. للشيبان، ما ادري ايش بلاكم على الشيبان انتم يا المجد. وش فيه؟ يا اخي الشيبان هم الاساس، هم الاساس الشيبان. هم تاج راسنا بعد، وش سوينا احنا؟ هي تاج راسكم بس يا اخوي، بس كذا تاج معلق ما سويتوا به شيء. لا والله تاجه موجود على راسنا بعد. لعلكم تسلمون الله يسلمكم ان شاء الله. ما فيها كلام. ودنا اذا في امكانيه مثلا ان يكون هناك برنامج واقعي للشيبان، يعني عندهم خبرات وعندهم بعض الامور، يعني لو يستقطب بعض الشيبان حتى لو عمره مثلا من 50 الى 60. يعني ما بخلاف قد يمكن يستفاد منهم صراحة، قد يستفاد منهم سواء في خبرات مهنية طبية، يعني أشياء عندهم خبرات يا أخي. لولا المتقاعدين دولا يعني مليانين خبرات وشبعانين خبرات، وهم يعني بإذن الله هم اللي أسس يعني الوطن، وما قصر والله، يوفق الجميع وكلكم فيكم خير. ما يحتاج. ولولا شكرا في هذا الشيء، يعني ولولا علمنا بهذا الشيء عفوا، ما كان فتحت الشبكة قناة كاملة باسم الأجاويد ووجهت لهم هذه البرامج ووجهت لهم مختلف البرامج وعلى أبرزها برنامج الأجاويد الكبير. فلكن برنامج الواقع يعني هذا طلب إضافي، لكن أبشر سيصل إن شاء الله، ولعله يكون مثلا على قناة الأجاويد، يعني ليش لا، أبشر. جعلك تسلم، تصبحون على خير في أمان الله. الله يسعدك، بس بدري تونا. الله يسعدك. خلاص نوم الآن يا أخي، خلاص أنك ترقد بعد العشاء، ترقد بعد العشاء. يلا نوم العافية. الشباب يشرون للصباح ليش يا صح انا اسف. الله يحفظك. يلا شكرا لك اخوي علي. طيب طلع لي فاصل مغرد لاني تفرط. فاصل ونرجع نكمل معك.